يعود لنا من داخل القاعة التي ألقى منها كمال كليكدار أوغلو كلمته. ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، بعد التحية، ما هو رد فعل أنصار كليكدار أوغلو على كلمته؟ مساء الخير. بالفعل استقبل أنصاره هنا يعني كمال كليكدار أوغلو بالتصفيق الحار الذي استمر لمدة دقيقة تقريبا. كان هذا الظهور الأول لكمال كليكدار أوغلو بعد يعني فرز معظم الأصوات أو معظم صناديق الاقتراع. كان يعني أكد كمال كليكدار أوغلو في كلمته أنه ناضل من أجل حرية ومن أجل ديمقراطية الشعب ومن أجل رفاهه ومن أجل لقمة عيشه، ولا يزال وسوف يناضل، سوف يستمر بالنضال من أجل هذه المقومات. وهنا أرسل رسالة بأنه موجود، والأقاويل التي تقول بأنه سينسحب أو سيترك منصبه أو سيستقيل ربما لم يعطيها أهمية في هذا التصريح على الأقل. كمال كليكدار أوغلو ربما سيستمر بقيادة حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة حتى يتم عقد المؤتمر التأسيسي. عندها ربما ستظهر نتائج هذه الانتخابات، لأننا نتحدث أنه هنا في حزب الشعب الجمهوري لا يرون كمال كليكدار أوغلو فاشل في موضوع قيادة الانتخابات. يقولون هنا أن كمال كليكدار أوغلو تمكن من هز عرش حزب العدالة والتنمية في عام 2015، ثم استطاع أن يعني يأخذ من حزب العدالة والتنمية أهم بلدياته وهي أنقرة واسطنبول وأضنة ومرسين وأنطاليا وغيرها. كل هذه البلديات استطاع أن يأخذها منه، لذلك يرونه أنه ليس بالرجل الذي خسر كل الانتخابات التي خاضها أمام أردوغان، ولكن هذه الانتخابات كانت انتخابات شخصية بين شخصين، بين قائدين وبين زعيمين، وبالتالي ربما سوف تترك هذه الانتخابات تداعياتها على المعارضة التركية، خصوصا وأننا سوف ننتظر يعني التصريحات تباعا من يعني أحزاب المعارضة الأخرى حول نتائج هذه الانتخابات. نعم، عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.